قلوب القافية كالحجارة أو أشد قسوة. لا بد لكم ولشباب الميادين أن يواصلن الزحف والحرارة والسير في هذا الدرب الشائع، درب الأنبياء ودرب الأوقياء، درب الحسين عليه السلام الذي علمنا من خلال طرقاته ومرافقته الوطنية أن نعيش أعجة وحرارة، نذهب السلام عليكم أيها الشرفاء، السلام على عوائل الشهداء، السلام على عوائل السجناء، السلام على رموزنا الخاضعين في القضبان. تنواصل السير في هذا الدرب الطويل، وعلينا أن نكثف في العمل والخروج في الساحات في اللحظة الحاسمة الثالثة، فهو تعيين مصيرنا وتوفيق نصرنا.